صباحكم الله بالخير متابعينا وين ما كنتم. صباح جديد نطل فيه عليكم من خلال برنامج شمس البحرين، ونسأل الله أن يكون عنوان التوفيق والنجاح بإذن الله. صباح الخير أول شيء خديجة. صباح الخير حازم، ويعني صباح الخير مشاهدينا، صباح جميل نتمنى لكم، خاصة أن صباح اليوم الخميس وأخيرا هي الخميس حازم. مشاريع وايد يعني محضرينها ومجهزينها حق الخميس، وخاصة أنا دائما أتحمس حق حلقة الخميس لأنها تكون مليئة بالفقرات المنوعة والجديدة والخفيفة واللي تناسب يوم الخميس. اليوم عندنا مواضيع شيقة صراحة. أكيد يعني اليوم يعني فقراتنا راح تكون منوعة، بس في البداية حازم نبي نعرف شنو موضوعنا لليوم. موضوعنا اليوم خديجة تقول عليك أن تصافح وتسامح كل من حاول إيذائك كي تصل للشعور بالسلام الداخلي. ثقافة التسامح. طبعا حازم تشرك في الومضة. والله ومضة جميلة وفيها وايد معاني وفيها وايد يعني أشياء تخليك فعلا التسامح مع الآخرين، يخليك تتسامح مع نفسك ومع ذاتك على أساس تأدي في حياتك وتكون متصالح مع نفسك، وإذا ما في تصالح مع النفس ما في تصالح مع الآخرين. أكيد واتفق معك، وفي النهاية ترى يعني التسامح غير عن التساهل، في فرق بالضبط. يعني أكيد نعم. طبعاً متابعين نروح إلى أولى فقراتنا اليوم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم ضمن خططها التطويرية المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي العزيمة عن تدشين برنامج تدريبي افتراضي لأولياء أمور الطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد. نعم حازم، وللحديث أكثر حول الموضوع ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ خالد السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. نرحب فيك أستاذ. صباح النور يا أستاذ خديجة. صباح النور. صباح الورد يا أستاذ حازم. احنا نتشرف ان كل يوم بينكم في البرنامج الرائع اللي هو شمس البحرين، وان شاء الله دائما نكون في شمس وفي مظلة كبيرة في هذه المملكة الحبيبة على قلوب كل من يكون فيها بإذن الله يا رب. أستاذي أولا خلنا نتكلم عن الخدمات اللي تقدمها أو الاحتياجات أو الأنشطة أو الاحتياجات اللي دائما تحرص وزارة التربية والتعليم على تقديمها لفئة ذوي العزيمة بالتحديد. والله الحمد لله وبتوفيق، يعني خلال 10 سنوات اللي مضت بالفعل وزارة التربية والتعليم بتوجيهات من القيادة الحكيمة أعطت بعد كبير ومهم أن بالفعل توجد هناك فئات ذوي احتياجات خاصة موجودين في مؤسساتنا المدرسية، يختلفون نوعا في قدراتهم في استعداداتهم في ميولهم عن الطلاب العاديين. هذا الحرص الشديد من المسؤولين في الوزارة ومن القيادة الحكيمة خلتنا احنا كإدارة التربية الخاصة ان بالفعل نفكر تفكير مهني كيف ان هذه الفئة تحصل حقوقها الأساسية اللي بالفعل الدستور أعطى هذه الحقوق بشكل عملي بالضبط بشكل نعم. مدروس وبشكل توجد خطط واستراتيجيات للتطوير وللتغيير استمرت سنوات طويلة من البحث والدراسة، وبالفعل قدرنا للأمانة يعني بجهود كل المربين في المؤسسة المدرسية وبتعاون من أولياء الأمور ومن مؤسسات المجتمع المختص أن احنا نبتدي نتوسع وفي نفس الوقت ننظم العملية بشكل جيد. لذلك عندما احنا الحين نتكلم عن برامج مهمة وأساسية، أنا أتكلم ترى عن 13 إلى 14 ألف طالب هي تحت أعيننا، لازم نعرف كل واحد شنو الخدمة اللي هو يحتاج لها في كل فئة من ذي الفئات. يعني عندنا فئات صعوبات التعلم، نعم، عندنا فئات بطء التعلم، عندنا فئات ذوي الإعاقات الجسدية احتياجاتهم مختلفة. طبعا يعني في يعني لكل فئة في احتياج معين أو كل فئة تحتاج شيء مختلف عن الآخر. مثلا ذوي الإعاقات بالذات الجسدية والسمعية والبصرية في أمس الحاجة إلى نوع من الدعم في المعينات والمقننات. وزارة التربية والتعليم عن طريق الدعم الكبير أن احنا تقريبا الكل قادرين نعطيه حقوق الأساسية في اللي هو المعين عشان يساعد في عملية التعلم. صح. عندنا المكفوفين،
عندنا أجهزة راقية لهم، عندنا ذوي الإعاقات الجسدية، عندنا كذلك يعني بالفعل كراسي متحركة إلكترونية حاليا هم يستفيدون منها. يمكن البحرين بالفعل قدرت بالنسبة للمكفوفين أن تطور البرامج الخاصة بهم. بدينا من تقريبا 6 سنوات شرينا أجهزة البرونتو. أجهزة البرونتو هو عبارة عن عالم يحمله مع الطفل في المدرسة، ويكون يعني يوظفه في كل معطيات عملية التعلم داخل المدرسة. والحمد لله وبتوفيقه أن كل دي الأجهزة هم يستلمونها وتكون لهم ولمستقبلهم. بالإضافة إلى أن احنا عندنا تجارب ناجحة حتى بعض الدول العربية صراحة يعني حبوا يستفيدون منها، مثلا عندما دمجنا ذوي الإعاقات الذهنية في الصفوف الجزئية، دمجنا الصم في مدارسنا الحكومية، وحاليا موجودين كلهم في بعثات في جامعة البحرين ما شاء الله. يعني تجربة الصم كانت من أفضل التجارب اللي نجحت في مدارسنا الحكومية، والحمد لله حتى في لوائح الشرف طلعوا الصم ماخذين المراتب الأولى، متفوقين على الأصحاء. كان مثلا المركز الأول والثاني والثالث والرابع كانوا ما يطلعوا من الصم من القسم الأدبي. لذلك إلى الآن احنا نتابعهم في الجامعة وتبين لهم أنهم بالفعل ماشيين بشكل إيجابي حسب الصورة الذهنية اللي احنا يوم من الأيام فكرنا فيها واللي كانت عندنا تحديات، لكن لأن الخطط مدروسة صح قدرنا نحقق الهدف. الهدف كان يتركز على شنو؟ أن أنت يكون عندك معلم لغة إشارة قادر أنه يفهم القاموس العربي في المجال العلمي وفي المجال الأدبي. نعم. بالإضافة إلى مراعاة بيئية داخل الصف وإلى أنظمة تقويم تناسب الإمكانيات. يمكن إحنا تجربة البحرين إن عندنا أنظمة تقييم خاصة لهؤلاء الطلبة، هاي يمكن وايد ناس ما يعرفونه. هذا النظام التقويمي وايد يرفع يعني من دافعية الطلبة إنه يكون دائما متواجدين في المدارس. وفي الأخير حتى تجربة اللي هم أمراض السرطان وتجربة أمراض السكلر صراحة يعني قدرنا نحتويهم ونعطيهم الرعاية، وكان في توجيهات من ساعة الوزير للاهتمام بهذه الفئتين بالذات لأن هاي فئات مرضية. كل طلاب أمراض السرطان في توجيه أن يستلمون بعثات. الله يشافيهم ويعافيهم بإذن الله. طبعاً إحنا الحين في فترة الكورونا وأنتوا يعني قاعدين تحاولون مثل ما يعني ذللتوا الصعوبات من قبل، قاعدين تحاولون أن أنتوا تتعاملون مع هذه الفترة بخصوص ذوي الاحتياجات. فيعني من هم العاملين والقائمين على هذا البرنامج التدريبي الافتراضي؟ إحنا من ساعة الجانحة هذه تبع كورونا صراحة قدمنا مجموعة من المقترحات، وكان من أهمها أن يكون عندنا صفوف افتراضية. أن الصف الافتراضي هو نفس الصف عندما تكون مع المعلم في المدرسة. الصف الافتراضي قدرنا من خلال الخطط والبرامج نفسها أن ندعم دي المشاريع مع اللي هي المسؤولين في الاي تي داخل وزارة التربية. كان موجود في الصف. طبعا كل معلم عنده 30-25 طالب ذوي احتياجات خاصة بالذات ذوي صعوبات التعلم او بعض التعلم يتداخل معهم بشفافية وبأريحية ويعطيهم اللي هو ما هم محتاجين له من مفردات في عملية التعلم. نعم. ان كان في الكفايات او في المهارات في مادة اللغة العربية ومادة اللغة والرياضيات. لذلك ما صارت في فجوة كبرى. يعني ما تركناهم حبل على القارب وقلنا لا خلهم ينخرطون في البرامج التطبيقية أو في عملية التلفاز أو ما شابه ذلك. لا دخلناهم لأنهم مو طلاب عاديين. الطالب العادي يمكن تكون قدراته العادية تستوعب بالمحيط اللي هو فيه ما يحتاج إلى سند أو دعم. لا صح. نركزنا على هذه البرامج بالإضافة إلى البرامج اللي قدمها التعليم العام في الدروس المساندة. بس احنا كنا ندرك أن طالب بطء التعلم وطالب صعوبة التعلم يحتاج دائما إلى دروس افتراضية أساسية ومهمة. إنزين نجاح كبير حققته من خلال هذه المنظومة بالضبط، والبرنامج الخاص لذوي العزيمة وخاصة للفئات لمختلف الفئات. كل الفئات لهم يا أخوي حازم برامج تتناسب مع كل فئة. فئة مثلا التوحديين الإعاقات الذهنية استخدم لهم مثلا برنامج جلاس دوجو، استخدم لهم مثلا
الفيديو واتساب، ندخل على الطفل نفسه ونرتب معاه شنو بالضبط مشاكل الحقيقية في الجانب التعليمي، صار تواصل المشاكل. طبعا صار تواصل أسري على ذي الموضوع، حتى احنا صراحة اعتبرناها قصص نجاح. انزين، بما ان انت تطرقت على التواصل الأسري، خلنا نتكلم عن أولياء الأمور ودورهم الكبير في نجاح هذا البرنامج. نعم، احنا نعبر ركز على البرنامج اللي احنا بالفعل حاليا دشناه عن طريق سعادة الوزير في خبر مهم وأساسي. نعم، انا اعتبر هاي البرنامج هو لبنة حقيقية في بناء العلاقة التشاركية مع المجتمع. شلون هذا الشيء تحقق؟ سابقا كان يعني قد تكون او تقال في بعض الدراسات ان المدرسة تشتغل بروحها والبيت يشتغل بروحه وما يتلاقون دائما في كثير من الأمور. نعم، حتى في بعض الدراسات عندما يقول ليش أولياء الأمور تكونكم عزوف في الوصول إلى المدرسة، كانوا يحطون مبررات احنا بعيدين عن الأطر التعليمية. احنا لأن برامجنا التربية الخاصة من الأساس يعني كان بيننا وبين اللي هو المجتمع المحلي نوع من التعاون، يعني لأنهم جزء من المجتمع، لأن عندهم جمعيات موجودة داخل المجتمع البحريني، كنا نتبادل أفكار دائما. هذه البرنامج احنا يوم وظفناه وطرحناه على أساس شنو؟ احنا شفنا في دي الفترة اللي فترة الجائحة كثير من الأمهات يشتكون من موضوع كيف نقدر نخفض السلوك المضطرب. أول كان المعلم له دور داخل البيئة الصفية، صح، كيف نطور المهارات الحياتية لأن عن بعد عن بعد. نعم، يوم فكرنا وشفنا بعض الدراسات وشفنا بعض يعني المقترحات اللي قدمت، شفنا أن الطفل التوحدي العاد عندما يكون وجوده في المدرسة أو خارج المدرسة يحتاج إلى 3 قضايا مهمة وأساسية يحطها في بال المربي اللي هو المعلم الخاص به. لا انسى، ترى بقول لكم انا حتى واحنا في المدرسه صف التوحد صف مميز من حيث الامكانيات. اول شيء لكل طالب معلم، الطلبه لازم ما يزيدوا عن 5 طلبه في الصف اللي تم تحديده، ولازم الصف يكون مجهز مبطن وتوجد فيه كل المقننات، ويوجد عامل أو عاملة تقدم الخدمات اللوجستية الخاصة بالنظافة لهذا الطفل. نعم، وكل معلمين مؤهلين ومدربين ولا واحد يقل إمكانيات التعليمية عن البكالوريوس، بالإضافة إلى دبلومة عالي أو ماجستير موجود في جامعة الخليج العربي أو الجامعات الأخرى. حاجة الطفل أختي خديجة. نعم، إذن أنتوا يعني الحين ذللتوا كل الصعوبات أمام الأطفال من طيف التوحد، ولكن الحين أولياء الأمور اللي موجودين في البيت هذول بركز عليهم. إيه يعني كلمني عنهم، شلون ممكن أهما يتعاملون مع أطفالهم؟ زي. إحنا يعني بحكم خبرتنا في ذي المجال قلنا أن الطفل التوحدي يحتاج إلى 3 خدمات تحطها في راسك كمربي أساسية. نعم، اللي هي خدمة عملية التعليم والتعلم، وخدمة تطوير المهارات الحياتية، وخدمة اللي هو خفض السلوك المضطرب. أنا خدمة عملية التعلم في الوقت الحاضر في الجائحة هذه عندي تواصل مع طلبة يتلقون عملية التعليم والتعلم، وعندنا البرنامج في الصفوف الافتراضية وموجود. لا، هذه في اللي هو جلاس دوجو اللي احنا نستخدمه وان باي وان البرنامج. البرنامج أو في الواتساب الفيديو نفسه. نحن نخصص وقت ندخل على الطفل نبتدي نعلم اللي هي كفاية التعلم الأساسية والمهمة اللي هي عم التعلم الطبيعي العادي. انت حققت المطلب الأول. إيه؟ الثاني فيها هي مشكلة حقيقية، انه انا شلون اتطور كفاية مهارات حياتية وطالب في البيت. نعم، شلون اتطور هاي الصعوبة. إيه، شلون اتطور هاي التحدي اللي هو اللي هو خفض سلوك انفعالي هو في البيت، هو هم قدام عيني، حس ان انا ابتدي اشتغل عليه وتراقبه. إيه،
وتشوف نقاط الضعف. بالضبط، نقاط القوة، نقاط الضعف، بعدين طريقة الانفعال، طريقة إذا كان هاي الانفعال يصطحب مع بعض اضطرابات نفسية أو ما شبه ذلك. هاي لأن علم الجانب النفسي علم كبير خاصة في التوحد، لأن السمات الأساسية مالتهم التوحدين كان عندهم هذا الأساس، إنه إلى أي مدى عنده قدرة عمية التكيف داخل الصف. شو تغلبتوا على هذا التحدي؟ إحنا الحين هاي الفكرة، الحين الفكرة إن إحنا نبي نأخذ بعدين إن ندرب المعلمين اللي عددهم في حدود 75 معلم حاليا موجودين في مدارسنا، نعطيهم مبادئ وأساسيات برامج تعديل السلوك، وبنتفق مع أحد المصححات الطبية أو النفسية المعنية بهذا الجانب على فترات مختلفة، نبي نصقلهم في ذي الجانب على أساس أن أهما عندما يتواصلون مع أولياء الأمور ويحسون أن الطفل نفسه داخل البيت عنده مشكلة في موضوع تطوير مهارته، أن يكون عندهم مرجعية يرجعونها كمان الأستاذ طبعا. نعم، يعني مثلا سبحان الله في وايد مهارات الأمهات ما يعرفون شنو المرجعية أو الخلفية التعليمية في وضعها أو في ضبطها أو في علاجها. بالإضافة إلى نفس الشيء دائما المشكلة، لأن إحنا لا ننسى هاي الطفل التوحدي مشكلة مدى تم سنة سنة ونصف في البيت، مشكلة في أشياء كثير تتراجع عنده، هاي لازم دائما في البورتج اللي إحنا بنطبقه هو يخدم الطفل في ذي الجانب. صح، إن إحنا نبي يكون دائما ومستمر على يعني إيقاع مستمر في عملية التعليم والتعلم وخفض السلوك و تطوير المهارة. إنزين، هاي تطوير المهارة. المطلب الثالث اللي هو خفض السلوك. خفض السلوك. نفس الشيء. نحتاج إن إحنا يكون عندنا تدخل في العلاج الإرشادي. بس شلون تسيطر على السلوك عن بعد أيضا؟ لا، من خلال إحنا بندرب بعد الأمهات. نعم. يعني مثلا عندما تقول والله أنا ولدي عنده مخاوف أو عندي ولد قلق أو عنده انعزال، الأمهات ترى في الوقت الحاضر ما عندهم ذي القاعدة. هي المرآة يعني. إيه، إحنا بنعلم المعلمين وبنسوي برنامج تدريبي لأولياء الأمهات. بس أولياء الأمور إن شاء الله تكون في سبتمبر عشان نكون قريب من العام الدراسي. لذلك إحنا بنسقل أول شيء تكون عندنا فكرة حلوة إن إحنا دخلنا على الأسر في عملية العمل التربوي والتشاركي. نعم، احنا ذي النقطة اللي استاذ حابين الحين نتكلم عنها، يعني شنو أهمية العلاقة التشاركية المجتمعية ما بين الأسرة والمدرسة؟ والله يفترض تكون في علاقة قوية. ليش؟ لأن بناء القيم المشتركة. نعم، بالذات في الجانب التربوي لتحقيق هدف معين. طبعا هدف الحقيقي كلمة، هي مو أنا أقوله، الدراسة النفسية تقوله، كلمة تتطابق هذه القيم وتنسجم بين المؤسسة المدرسية وبين مؤسسة البيت، نتلاشى كثير من المشكلات في عملية الاتفاق والاختلاف. وهذه وايد رؤية مهمة، هذه بس مو فقط في طفل ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى في الطفل العادي لازم تتماثل القيم. يعني لو أضرب لك مثل بسيط، عندما يمكن أنت كنت طالب من الأيام، عندما مثلا أي أبوك يقول لك ترى اللي طقك طقه، واحنا نقول لك لا، اللي طقك لا تطقه، اللي طقك روح عندك مرشد اجتماعي، عندك اداره مدرسي، عندك مربين. صح، اذا كان تفكير الاب تفكير سطحي في ذي القيمه، معناته ان البوصله السلوكيه عند الطفل رايح تنتهي، ما يعرف شو يسوي، يستعمل خطا. صح، لذلك احنا لازم نتفق على بناء القيم. كل ما كانت القيم في المجتمع متقاربه في المجال التربوي تنعكس على مصلحة الطفل في الجانب التربوي وفي الجانب التنشئي، لأن أخطر موقف التنشئة الاجتماعية إذا الطفل نفسه ما تربى عليه صح، لأن أنتم تدرون الطفل يتزود بالمعلومات من أكثر من جهة، من المدرسة، من الشارع، من البيت. أكيد. إنزين، هذه القيم الثلاثة قد نختلف عليها، لكن كل ما تنسجم يطلع الإنسان مواطن صالح، مواطن يعرف يخدم وطنه.
لذلك هاي كلها التجارب يعني موجودة في المجتمعات. صحيح. إحنا الحمد لله ترى مجتمعنا طيب وهادئ ورزين في ذي القضايا ونقدر نحتوي. ليش؟ لأن في وعي. لا في وعي كبير يعني الأمهات للأمانة متعطشين لأن هاي عيالهم مستقبلهم. يعني شوف إحنا عندنا تجربة كانت جدا رائدة. أعتقد عندي حوالي حالياً 97 طالب موجودين في الصفوف الجزئية في 21 مدرسة. حرص سعادة الوزير أنه لازم أنا كل سنة أفتح بعد 3 مدارس. السنة الجاية راح يكون عندنا 24 مدرسة. عندي 50 طالب من اضطراب التوحد اللي كانوا يوم الأيام في الصف الجزئي الحين موجودين في سلم التعلم. كمعلمين وإداريين؟ لا كطلاب في سلم التعلم يعني موجودين في الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس للإعدادي. هذا الرهان كان تحدي بالنسبة للوزارة. ليش؟ لأن في كثير من المربين يعتقدون أن هذه النظرية قد تكون خاطئة، لكن أثبتت مملكة البحرين أن قدرت تنجح أن هي توصل الطفل التوحدي بعد ما خفضت الاضطراب اللي يعاني منه وقدرت تطور عملية الكفايات التعليمية والمهارات الحياتية ويكون طفل عادي موجود في الصف العادي. هذه ترى دائما السؤال اللي دائما تسأل أي أم تي مكتبي، أستاذ خالد هل راح يكون في مجال أن الطفل يكون في الصف العادي ولا يتم طول عمره موجود في الصف الجزئي؟ نقول إحنا نسعى للتطوير. متى ما حسينا أن إمكانيات تسمح له هذه حق الدستوري وهذه حق التعليمي. أكيد أخوي حمد. أكيد يعطيك الصحة والعافية. طبعا أستاذ خالد السعيدي أنا تشرفت. تسلم. أمانة عن نفسي أنا أستاذي الحبيب كنت طالب عندك في إحدى الأيام وأنا تشرف بهذا الشيء. يعطيك الصحة والعافية أستاذي وسعدنا بالمعلومات اللي أنت طرحتها لنا والمفاجآت اللي ما كنا نعرف عنها شيء والمجهود الكبير اللي يقومون فيه القائمين على وزارة التربية والتعليم. شكرا لك. شكرا لك استاذ. تسلمين يا اخت خليل. تسلخ يا اخوي حازم. بالعكس احنا يعني هذه دورنا وهذه واجبنا وهذه وطننا وهذه عيالنا واحنا دائما نقول ان هذه العيال اماننا في ارقامنا امام رب العالمين. نعم. لازم نوصلهم الى بر الامان والى الاحتياج اللي هم يعني يتحقق فيه أهدافهم بشكل كامل بإذن الله إن شاء الله. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع معاكم نواصل باقي فقرات البرنامج. لا تروحون بعيد. لا بينا راحوا بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. وعندما تتوارث المواهب من جيل إلى جيل يكون الإبداع في عالم التصميم متقن ويلبي أكثر احتياجات الزباين بشكل أكبر وأوسع. ضيفتنا اليوم تعلمت موهبة التصميم وحب الأزياء من والدتها وكملت المشوار معها. معنا في استديو شمس البحرين مصممة الأزياء هديل نور الدين. صباح الخير هديل. صباح النور. يا هلا مرحبا. منورتنا اليوم بوجودك حبيبتي. طبعا انا من المعجبات بتصاميمك هديل. حبيبتي ما علي تسوين. هديل بنتكلم اليوم عن حب والدتك لعالم الازياء، شلون هذا الشيء انعكس عليك؟ الوالدة الله يحفظها تقريبا من 20 سنة فتحت لها محل خياطة. يعني انا كان عمري 2 في ذاك الوقت. ما شاء الله. فانا كبرت يعني كبرت في هالبيئة. ويعني دائما يعني لما كانت تروح المحل انا كنت ازور المحل وياها. لما نروح محلات القطع انا اروح اشوف القطع معاها، نشوف الالوان، نشوف ملمس القطع. وحتى يعني حتى جدتي الله يرحمها كانت تحب الخياطه. ف يعني كانت دائما لما تخيط والقطع اللي تزيد من عندها كنت اروح اخذهم والعب فيهم. يعني انا كبرت في هالبيئه يعني هالشيء خلاني يعني أدش هالمجال. نعم يعني يعني هديل أنت كبرتي ما بين يعني تصميم الأزياء وتعلمتي أنواع القطع ومن هالأمور. متى بديتي مشروعك الخاص؟ هو يعني هالمشروع يعني
كنا مجددين المحل القديم، محل الوالدة. حلو. فتقريبا يعني بدينا المشروع من ديسمبر 2020، و يعني هو يعني محل الوالدة بس كنا مجددين مغيرين فيه، غيرنا الاسم، كان اسم ثاني، احنا غيرنا سوينا ابليكيه، غيرنا الديكور، غيرنا كل شيء فيه، يعني كأنه بادين من الصفر. يعني بديتي فيه بروح شبابية شوي، حاولتي ان انت تغيرينه وانه يكون يعني يتناسب لعمرك. بالضبط. نعم، من ناحية القصات والموديلات والاشياء، شلون يعني الموضة وقبل والدتك وتصميمها للأزياء، شلون ذي الشيء أثر عليك في تصميم الأزياء؟ احنا طبعا يعني انا والوالدة، يعني انا والوالدة مستوحي التصاميم من اللي قطعنا نفسها. يعني انتو ذوقكم مقارب؟ وايد. نعم. انا والوالدة ذوقنا وايد مقارب، فلما نروح محل الخياطة نشوف مثلا الألوان، نشوف الملمس، تينا الأفكار يعني في المحل، يعني نشوف هالقطعة تناسب هالقطعة ولا هذه تناسب هالقطعة، يعني ومنها هني تينا الأفكار. يعني الحمد لله ان انا والوالدة ذوقنا يعني وايد متقارب. هذه الآن سمعت عنك ان انت تحبين الرسم، هل هذه كان لها علاقة بمجال الأزياء وأثر عليك مثلا؟ اي انا وايد يعني هوايتي يعني وايد اهوى الرسم، فاحب امزج الالوان، احب بالذات يعني الوان الاكريليك على اللوحات، فهالشيء يعني خلاني مثلا اثر على يعني علي شلون ان انا يعني ساعدني في تناسق الالوان في التصاميم، في يعني كشابة وتوج بديتي المشروع وحاولتي ان انت تطورين المشروع العائلي وتغيرين فيه، في صعوبات واجهتك او قاعدة تواجهك حاليا؟ طبعا يعني في مثلا ان احنا بغينا ان نطلع ابليكيه بصورة غير عن محل القديم، فهذه بروحها كان يعني في صعوبات ان احنا شلون إنه يعني نروي نفس المحل بس بشكل كلش غير، يعني مثلا غيرنا الاسم، غيرنا الديكور، يعني حتى مثلا في ذاك الوقت يوم كان المحل في المحل القديم ما كان عندنا حتى حساب في الانستغرام، فاحنا يعني فتحنا لنا حساب اللي هو applique.ph، غيرنا الاسم، ويعني هذه بنفسها كانت يعني كانت فيها صعوبة. نعم، الوالدة شلون كان تقبلها للتغيير؟ هل حبت التغيير ولا حست ان لا ذي الجهد مالها ما تبي انه يضيع، خصوصا ان هي اسست المحل مالها من يعني سنين طويله؟ اي من 20 سنه. ف شلون كانت متقبله التغيير؟ لا الحمد لله كانت متقبله، يعني الوالده الحمد لله انا يعني نثق في يعني هي تثق فيني وانا اثق في ذوقها واثق في اللي هي تسويه، فيعني الحمد لله احنا متفاهمين، يعني ما كان في يعني تردد او شيء، يعني الحمد لله. حلو هذه العلاقه بين الام وبنتها، يعني ان تكونوا متفاهمين ونفس الصديقات. هذيل اذا بنتكلم عن الموديلات اللي الحين نشوفها في الاستديو، اول شيء هذه القطعه الصفراء. اي هذه لون اصفر، لو كركمي، شلون لون يعني لون الاصفر؟ نعم. هي على كركمي شويه او لون الماستر مثل ما يقولون. هذه من يعني اول قطعه من كولكشن الصيف، يعني حابين ان احنا نشوف يعني ندخل الوان يعني الوان زاهيه، الوان علشان صيفية. يعني تعكس اي الوان صيفيه. اما القطع الباقي مثلا اللي وراها العبايه، هذه العبايه تي معاها بطانتين. نعم. وشيلتين، يعني تلبس بكذا طريقه، معاها بطانه سوداء، تي معاها بطانه بيضاء وشيله سوداء وشيله بيضاء، يعني كانت تشترين خمس قطع بدون تقدرين تلبسينها بكذا طريقة، حتى وهي شفافة تقدرين تلبسينها بدون البطانة، ف يعني في قطعة واحدة بيكون عندك كذا لوك أو كذا. نعم. واللي وراهم كلهم من كولكشن العيد اللي نزلناه. إذا على القطعة هذه خلينا نقوم نشوف القطعة أحسن علشان نلمس القماش. شنو ذي الماتيريال اللي نستخدم فيه؟ هذه قطن، سوري هذه قطن، هذه استخدمنا القطن بالذات في الصيف، يعني بارد. القطن البارد. إيه القطن يكون بارد، فاحنا بالذات يعني احنا في هالكولكشن بالذات الصيف يعني ركزنا على اللينن، ركزنا على القطن علشان تكون القطعه بارده وبعد في نفس الوقت مريحه.
هديل اللي تشوف هذه القطعة يقول عنها جاهزة، ما يقول إن هي تفصيل. الحمد لله، يعني هالشيء نسمعه وايد. إيش قد تهتمون بالفينيشينج ولا تفاصيل؟ وايد يعني الحمد لله الناس، يعني أكثر شيء اللي يركزون، يعني أكثر شيء اللي يعلقون عليه لما يشترون من القطع هي التفاصيل، الفينيشينج، يعني الشغل. فوايد يعني الحمد لله يا ربي وايد يمدحون في الشغل. نعم. وين القطعة اللي تلبس بخمس طرق؟ صار خاطري أشوفها. هذه القطعة، هذه معاها الحين البطانة السوداء، بس في بعد معاها بطانة بيضة. نعم. تقدرين يعني تشوفي مني في الأزرة، تقدرين تشيلين الأزرة وتركبين عليها بطانة البيضة وتلبسين معاها الشيلة البيضة، فتصير لك بروحها مختلف. أو إن تشيلين البطانة السوداء تلبسين معاها، تلبسينها بروحها شفافة، فيعني تلبسينها بكذا طريقة. هذه العباية أنتوا الوحيدين اللي تميزتوا فيها صح؟ الحمد لله. يعني أنا ما شفت الفكرة، ما أدري إذا موجودة. هذه كلها أفكارك هديل وأفكار الوالدة؟ أفكاري وأفكار الوالدة. نعم. إيه. كلميني عن باقي القطع. هالثلاثة بالذات نزلناهم في كولكشن العيد، ركزنا على القطع المكسرة، يعني في الأورغانز المكسر، الستان المكسر. فمثلا هذه تي تنلبس مثل الكيب ولونها وايد، يعني هذا اكثر شيء معجبهم لنا من اللون، ان اللون وايد دارج هذه الفتره. وبعد هذه بعد سولد اوت، هذه خلصت. من الناس عجبهم اللون، وعجبتهم يعني عجبتهم القطعه، انها هي سمبل بس فيها حركه من القطعه نفسها. نعم. وهذه هو يعتبر قميص مو فستان، هذه قميص بس من وراء يكون طويل ومن قدام قصير، يلبس مع جينز، يلبس مع بنطلون اسود، او يعني بعد تقدرين تسوين فيه كذا. حلو، حتى حق المتحجبات اللي يحبون يلبسون بدلات نقدر حتى المتحجبات نسوي لهم يد طويل اذا بغوا. وهذه بعد الشيء يعني ترى يميزنا، ان احنا نقدر يعني مثلا في مثلا متحجبه مثلا عجبتها قطعه وتبيها تكون اطول. نعم. ولا تبيها تكون بيد طويله، نقدر نصممها لها. فحلو هديل ان انت على رغبه الزبون واحتياجه. يعني ناخذ ونعطي مع الزبون، تاخذون وتعطون. وهل مثلا الزبون دائما يسالكم عن رايكم في قطع الوان معينه تختارون حق الزبون؟ يعني اذا شفتي الزبون مثلا يناسب لون، يعني لون بشرته لون معين، تختارين له اللون؟ هو يمكن اذا لو يزورون المحل ونشوفهم نقدر يعني نساعدهم في هالشيء، بس لان الحين معظم الاوردرات تكون اونلاين فاحنا ما نشوف الزباين، فناخذ يعني اكثر شيء ناخذ رايهم هم، اللي هم يعني يفضلون، اللي هم اذا يسالوننا مثلا يعني انت ايش تنصحين، هني نعطيهم مثلا نقول لهم ان انت مثلا هالقطعه يمكن ضيجه، فيمكن اذا تاخذين مثلا واحده قطعه اوسع احتياط على اساس انها طلعت كبيره نقدر نصغرها لك، بس اذا كانت صغيره صعب ان نوسعها. فيعني نعطيهم اقتراحات، نعطيهم اقتراحات. نعم. بس ان ناخذ اكثر شيء من رايهم هم. نعم. هديل قاعدين نشوف الحين صور على الشاشه، كلميني عن هذه القطعه. هذه القطعه من كولكشن الصيف، بعد القطعه بارده، هي قطعه لينن حق البنات اللي ما يحبون يلبسون فساتين، احسها عمليه بالضبط. وبعد نقدر يعني مثل ما قلت من قبل، مثل ما ذكرت انه يعني احنا نقدر نصممها على يعني كل زبونه واحتياجاتها، مثلا بغتها اطول بغتها اقصر، نقدر نصمم لها اللي هي تحبها. نعم. نشوف الصوره اللي عقب، هذه كلهم من الكولكشن الصيفي. التوب يعني بعد هذه توب، اي توب ينلبس مع الجينز، ينلبس مع يعني اللي هي يعجبها الزبون اللي يعجبها. نعم. هديل نشوف احنا عروض الازياء للماركات العالميه وهاللون، هل تحبين مثلا انت تكونين على اطلاع على يعني عروض الازياء العالميه؟ او مثلا من وين تستوحين بعد الافكار؟ انا بالذات انا وايد احب الازياء، وايد احب الفاشن، فانا دائما يعني في الانستغرام دائما متابعه يعني البلوجرز، ولا متابعه الماركات العالميه، نشوفهم شو ينزلون، شنو يعني نشوف شنو مثلا الترند الحين. فمثلا يعني مثل ما ذكرت احنا اكثر شيء نستوحي تصاممنا من القطعه نفسها، يعني القطعه بروحها نشوفها
ونشوف شنو نقدر نسوي فيها. يعني هذه القطعة وايد حلوة فنبي نسوي فيها شيء مميز. وطبعا اكيد يعني ناخذ يعني من الـ الـ من الحسابات اللي اتابعها اكيد نستوحي كم فكره، بس انه يعني اكثر شيء يكون يعني تكون من القطعه نفسها. نعم هديل اليوم نورتينا وحبيت ما شاء الله تصاميمك جدا فيها اتقان ودقه ايضا. نورتينا ويعطيك العافيه حبيبتي. الله يعافيك. مشاهدينا ننتقل لفاصل سريع ومن بعدها نعود لاستكمال باقي فقرات البرنامج، خلكم معنا. يقال أن للطاقة العديد من الاستخدامات في عدة مجالات والممارسات اليومية أيضا، ومن الممكن بأن تكون يعني النتيجة سلبية وإيجابية، وقد تصل أحيانا إلى التغيير من الأثاث يعني أماكن الأثاث في المنزل والمكتب علشان يتماشى مع نظريات الطاقة الإيجابية على الفرد. للحديث أكثر والتعمق في هذا الموضوع تنضم لنا في الاستديو الأستاذة دينا الشوملي استشارية في علم طاقة المباني. صباح الخير. حياك الله حبيبتي. صباح النور. صباح عليك بالخير والنور والسرور، سعيدين تواجدك معنا. شكرا. يعني الخير. استاذة علم طاقة المباني. أيوة. موضوع شيق صراحة. أيوة. وفي نفس الوقت جديد على الساحة. صح. شو اللي خلاش تدخلين هذا المجال وشلون اخذتي هذه الخطوة؟ علم الطاقة طبعا كل شيء في الحياة هو عبارة عن طاقة. الحلو الواحد انه هو يلتمس هذه الامور، وفي يعني هذا الموضوع ممكن يكون بشكل فطري يكون عند الانسان انه هو يلجا حق امور الطاقه. جربت انا كان عندي فضول كثير على موضوع الطاقه، جربت اول شيء في حياتي في بيتي وحسيت بالنجاح من تغيير الطاقة في المكان اللي أسكن فيه مردودة علي، فحبيت أن أنا أتخصص فيه أكثر. نعم أستاذة، يعني شنو عناصر طاقة المكان؟ إحنا نستغرب حازم أن المكان له طاقة. إحنا اللي نعرف أن الإنسان له طاقة يعني. صحيح. ونلتمس هذا الشيء مثلا إذا دخل علينا شخص مثلا فرحنا أو هاللون. صحيح. فشنو هي عناصر طاقة المكان؟ إيه هو علم طاقة المكان أو فلسفة طاقة المكان هي فلسفة صينية. نعم. تعتمد على توظيف 5 عناصر في البيت اللي هما عنصر التراب، عنصر النار، عنصر المي، المعدن والخشب اللي هي النباتات. بتوظيف هذه العناصر في المكان اللي احنا نسكن فيه اللي هم العناصر اللي نشوفها على الشاشة حي. بالضبط. هذه العناصر بتوظيفها بشكل متوازن في أماكنها صحيحة يعطيني تناغم طاقي، فبالتالي تصدر عنها ترددات إيجابية ترفع من طاقة المحل، تأثر على القاطنين في المنزل. الأشخاص اللي يضبطون العناصر في بيتهم بطريقة مدروسة يقدرون أنهم يلتمسون النجاح في كذا جانب من جوانب حياتهم، لأن فلسفة طاقة المكان لها علاقة بجانب الصحة في حياتنا، جانب العلاقات عندنا شلون، جانب المهنة، كلها لها علاقة بتوظيف هذه العناصر بشكل متوازن، ولها قوانين ربي خلقها في الكون لخدمتنا. يعني سبحان الله هي من الطبيعة، الواحد ما يحتاج انه هو يتكلف علشان يجلب هذه العناصر. الخشب هي النباتات. نعم. مجرد وضع النباتات في المكان لها مردود جميل علينا. النبات يعني يسحب الطاقة السلبية من المكان، يعطيني تردد جيد. المعدن ايضا له وظيفة، النار له وظيفة، بس لازم لهم قوانين على حسب اتجاه المنزل تضبيطهم يكون مختلف من بيت الى اخر، من غرفة الى ثانية شلون. بالضبط. انزين خلصنا من العناصر، نروح الى العوامل. أيوة. العوامل اللي تعزز الطاقة الإيجابية في المكان نفسه. أيوة. العوامل اللي تعزز كثيرة، ممكن أن احنا نختصرها في شغلة جدا بسيطة هني بشكل سريع، هي تخفيف الأثاث في البيت، تخفيف الكلاتر اللي خلنا نقول والأشياء الأقراض اللي بتكدسة في البيت.
اي شيء ما نحتاجه. هاي بعض العناصر اللي ممكن هذه النباتات اللي تكلمت عنها ممكن تعطي شويه طاقه، تعطينا ترددات جدا ممتازه في المكان، تسحب الطاقه السلبيه. في ناس دائما تقول النباتات ما تتم عندي في المكان، هي وظيفتها تسحب الطاقه السيئه، فعشان كذي نشوفها تذبل. غرف النوم، غرف النوم وايد مهم، هي تعتبر من اهم الاماكن واللي لازم الواحد يركز عليها، لان الجسم يغير ويجدد طاقته في غرف النوم. الالوان الترابيه تفرق جدا جدا جدا، تفرق ولها ترددات قويه. تروح حق الترابيه ولا الفواتح؟ الفواتح والترابيه هي من افضل الالوان اللي لازم الواحد يلجا لها، لانها هي تكون من الطبيعه، الوان تناسب كل عناصر البشر، لان احنا كلنا كل واحد له عنصر فينا ممكن تكون مائي. يعني مثلا اذا دخلت غرفه النوم والغرفه كلها انا مسويها تقريبا ديكورها اسود، اوه ماي جاد، يجي طاقه سلبيه. والاحمر احسه بعد ستوري، بالرغم ان يعني انا ممكن افضل اللون الاسود. اي انت تفضله ممكن لانه في شعور معين داخلي يعطيك احساس بان انت تبي الالوان القامجه. الالوان القامجه دائما تعطينا ترددات منخفضه. يعني هذه اللون الاحمر عنصر ناري، واللون الاحمر تردداته اقوى تردد في الالوان. يعني اذا انسان مريض ينام في غرفه باللون الاحمر المرض عنده يتفاقم ويزيد. شوف الاسود شلون فخم. لا ممكن نطعم الاسود كوشنز، ممكن يعني قطع بسيطه، بس ان الحائط اسود والملحف اسود طاقه سلبيه. هذه الحجرة شلون بيكون انعكاسها؟ قلق فيها ويجيب اكتئاب. عفوا شلون هذه يعني نشوف غرف النوم اللي لونهم اسود شلون يكون انعكاسهم على الشخص؟ انعكاسهم هذا هو يجيب القلق ويجيب الترددات السلبيه. الانسان يكون مكتئب سبحان الله، لان الالوان لها فايبريشن، لها ترددات، لها موجه طاقيه. فكل شخص فينا له الوان مفضله في علم طاقه المكان. بارتدائه او بوضع هذه الالوان في المكان اللي هو يقعد فيه يعطيه فايبريشن مناسب له هو طاقيا، لان احنا ننولد كلنا كل واحد فينا له عنصر مختلف عن الثاني. ممكن انا اكون ترابيه، ممكن انت تكونين عنصر معدن، ممكن الاخ يكون عنصر مائي. فعلشان كذي احنا لنا الوان ولنا عناصر تضيف لنا وشخصيته وتفكيره على حسب. اذا بتروح في عمق اكثر في الطاقه احنا نضبط نسوي دراسه على شخصيه الانسان وفكره تاريخ الميلاد وشلون بالضبط كان وشنو العناصر اللي شغله. بالضبط لازم تكون مترابطه. بالضبط لا علاقه كثيره. نعم زين، هذه من العوامل اللي احنا نتكلم فيها. ايوه لازم الواحد او العناصر هذه تكون باتزان في المكان. من الامور اللي تنجح طاقه المكان ايضا عندنا المطبخ، وايد مهم، لانه يعتبر في طاقه المكان مصدر الثراء او ركن الثراء في البيت، لان ربه البيت تطبخ في ذي المكان، تنتج اكل، تنتج وفره. اوكي فتصميم المطبخ ايضا له علاقه من ناحيه الطاقه. وايد خطا ان احنا نترك الفرن ملاصق في المغسله مالت المي، لان الفرن عنصر ناري والمغسله عنصر مي، فيصير كلاش مع بعض. فشي سبب لازم يكون في مسافه على الاقل متر بينهم، لان وجودهم وتلاصقهم من غير علاج يسبب خناق بين الزوج والزوجه. ايه وايد مهم ان احنا ننتبه حق ترتيب المطبخ. يمكن اشياء بسيطه ولكن مهمه. زين نروح حق اهم شيء في البيت. ايه مدخل البيت طبعا اول ما تدش. ايه سواء لي او حق الضيوف اللي جايين. هذه وايد لها انعكاس، يعني هو احس يعني الانطباع الاول للضيوف. اي بالضبط، والمدخل الرئيسي يعتبر في طاقه المكان الفم للبيت كامل. نعم. البيت كله يستفيد من الطاقه اللي تدخل من المدخل الرئيسي. شلون احنا ناكل لازم ننتقي الاكل علشان ياثر على طاقه جسمنا. نفس العمليه بالضبط. اي نفس العمليه تنسيق المدخل الرئيسي يعطي الطاقه اللي تدخل نوعيه معينه، فلازم وايد نهتم ما يكون في كثير من
سوري يعني بس الطاقة المنخفضة أتربة، الله يعزكم الأحذية ما تكون على طول موجودة عند الباب، لازم يكون لها مكان خاص، لازم نميز المدخل علشان الطاقة في دخولها تفيد القاطنين كلهم وتفيد كل القرف، لأنها راح تتوزع بشكل يعتمد على دخولها منه. نعم أستاذ، بنرجع للمطبخ. احنا وايد نشوف ان الدارج حاليا في مطابخ الجزيره اللي هي تكون في نص المطبخ، ايوه، هذه شلون طاقتها على الافراد؟ في طاقه المكان ما يفضل استخدام هذا النوع من الفرن، لان طاقه الايلاند او الجزيره هذه تكون مفتوحه، فطاقه النار تنتشر في المكان كامل. في بعض العوائل مع الاسف يستخدمونه في وسط البيت، مثل الصور اللي نشوف هذه، هذه التصميم جيد. نعم. ولكن في صور ثانية بيعطينا طريقة اللي هو الايلاند كيتشن، هذه قد ما نقدر ان احنا نبتعد عنه، لان الحلو الفرن يكون وراه حائط، يكون وراه مسند. يعني هذه الصورة قد ما نقدر ان احنا نبتعد عن هذا التصميم، لان طاقة النار تنتشر في المكان الثاني اللي هو في يكون الكامل. في النص يعني، ايوه، في النص بروحه من غير وراه ولا شيء، بالضبط. نعم. حوالينا مفتوحة المنطقة. نعم. اي هذه تؤدي إلى الطاقة أنها تنتشر بشكل مفاقم في المكان، فتسبب قلق حق القاطنين في البيت. إحنا نلاحظ هذه الطاقة، بس يعني ما نلاحظها بشكل يعني جدا قوي، لكن من خلال مثلا ريحة يقولون لك مثلا لا تخلين الفرن في نصف المطبخ على أساس أنه ما تنتشر الريحة كامل البيت. ايوه. نعم. إيه يعني هو نفس العملية أو نفس الفكرة. نعم. بأن هي طاقة النار، يعني احنا نعتمد على نوع الطاقة اللي ينتجها الفرن، هي نار، نار قوية كثير، فإذا انتشرت في المكان تسبب قلق وتسبب مشاكل بين أفراد الأسرة. حتى الله يعزكم دورات المياه لها دور كبير وايد في توظيفها في المكان، وايد مهم ما تكون فوق المدخل الرئيسي حق البيت، ما تكون مقابل البيت تماما، يعني الباب الرئيسي عفوا، يعني تفتح الباب الرئيسي تكون دورة المياه مقابلة له، هذه تعتبر حالة سلبية، لازم قدر المستطاع نبتعد عن هذا النوع من التصميم. شكل البيت أيضا، شكل المربع أو المستطيل هو أفضل شكل هندسي حق البيت كبناء. الـL shape، الـU shape، هذه يخلخل طاقة المنزل ويخلخل طاقة البناء، لأن المنطقة المفقودة بتكون في هذا الشكل لها علاقة بأحد أفراد الأسرة، إذا كانت مفقودة طاقة هذا الشخص تكون نازلة في البيت. أستاذي يونج، حق استشارات أثناء تصميم المنزل، بعد الخريطة ولا قبل الخريطة؟ في الاثنين، في بعضهم، وأنا وايد أنصح أنه قبل ما يروحون حق المهندس يسوون البيت على توزيعهم، شنو الأفضل القرف، أي الاتجاهات، بعدين تنرسم الخريطة. وفي بعض البشريون أوريدي يكونون ساكنين في البيت ويسوون الاستشارة. نعم حازم، قد مرة سمعت أنه مثلا كانت عندنا مشاكل، يوم غيرنا بيتنا وانتقلنا من بيتنا قلت المشاكل وهدأ المنزل، يعني احنا ساعات نسمع قصص هاللون بس نحسها قصص غير واقعية. لا، هي واقع، وانا التمست امانة من الاستشارات ومن دخولي في علم طاقة المكان، في بعض الاشخاص بالفعل اول ما ينتقلون الى سكن جديد تكون عتبة البيت مثل ما تقولين حلوة عليهم. نعم. في تطور في المهنة، في العلاقات، في الرزق مالهم، ولكن في أشخاص مع الأسف أول ما ينتقلون ممكن تحصل لهم انتكاسة، ممكن صحية، ممكن لأي سبب من الأسباب ممكن تؤدي إلى يعني طاقة سلبية. أستاذة دينا، نورتينا اليوم، معلومات حلوة وجديدة قدمتيها لنا. شكرا لك. طبعا يعني احنا نشكرك على تواجدك اليوم معنا. شكرا لكم، يعطيك العافية. شكرا. وكسبنا شيء جديد، كل علم طاقة أو طاقة المباني علم جديد ويعني مختلف صراحة. صحيح. ومفيد للأمانة. صحيح. شكرا لك. شكرا لك. يعطيكم العافية. مشاهدينا، وصلنا لرسالة اليوم، وهي أن الصبر طريقك للهدف والإرادة دليلك للنجاح، فعلشان تحقق مرادك من المهم أن تصبر، وأن كلنا نصبر وندعي، وخاصة في هذه الأوقات اللي نعيشها. أكيد مشاهدينا بإمكانكم متابعة هذه الحلقة من برنامج شمس البحرين بالإضافة للبث المباشر، وباقة من البرامج المتنوعة التي تقدمها قنوات وإذاعة وتلفزيون البحرين
عبر تطبيق بي اتش تي في ان راديو وموقع بي اتش دوت لايف. مشاهدينا آخر حلقة في هذا الأسبوع انتهت، نتمنى لكم ويكند جميل، مع السلامة. أكيد لقاءنا يتجدد يوم الأحد بإذن الله تعالى، لذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله. Happy weekend.